السلام عليكم، محدثكم سليمان السهلي. في هذا المشهد الساحر الذي يبدو وكأنه من كوكب آخر، يمكن مشاهدة الحمم البركانية الخامدة في حرة خيبر بالسعودية، 60 كيلومتر شرق محافظة خيبر، والتي تحتوي على مجموعة واسعة من أنواع الصخور البركانية والفوهات العظيمة. في هذه المنطقة تقع البراكين على ارتفاع أكثر من 2000 متر عن سطح البحر، وأشهرها الرأس الأبيض وجبل القدر عميق الفوهة، والتي امتدت لابته لأكثر من 50 كيلومتر كما نشاهد. هل تعلم أنه يوجد في السعودية أكثر من 2000 بركان خامد منذ آلاف السنين، ويعد أحدث بركان انفجر في السعودية هو بركان جبل الملسى الواقع جنوب شرق المدينة، والذي انفجر عام 654 هجري الموافق 1256 ميلادي، واستمر ثورانه لعدة أيام حتى توقفت حممه البركانية قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بحوالي 8 كيلومترات. الجدير بالذكر أن وكالة ناسا اختارت موقع حرة خيبر ضمن أجمل 10 مواقع على الأرض شوهدت من الفضاء، وتبلغ درجة الحرارة في هذه المنطقة 15 درجة في المساء في عز الصيف. منطقة سياحية نتمنى أن نرى فيها تطورات أكثر وتمهيد للسياح وركوب الخيل وصعود الفوهات.